جربت مرة تاخد دواء كحة وتلاقي حالتك بتسوء بدل ما تخف؟ لو جربت ركز معايا وهقولك ليه، ولو مجربتش الحمد لله ركز معايا برضو عشان ما يحصلكش كده. في نوعين من الكحة، الكحة الناشفة والكحة المصحوبة بالبلغم dry cough and wet cough. الكحة المصحوبة بالبلغم طبعا عارفينها، اللي هي بتلاقي البلغم بيطلع معايا في منديل أو بتعرفها من صوتها، بيبقى فيه كده خروشة في صوت الكحة. أما بقى الكحة الناشفة بتبقى شبه كحة الشرقة كده، بيبقى الواحد زي ما يكون شرقان، أو طبعا ساعات بتبقى فيه شرخ شرخ كده، والواحد بيكح بيبقى فيه شرخ كده بيحصل. طب نشرح بقى ليه انت ممكن تاخد دواء كحة وتلاقي نفسك بدل ما تخف حالتك تسوء أكتر. ان انت بس اخدت دواء الكحة للكحة الغلط، يعني عكست، بدل ما تاخد دواء بلغم مذيب للبلغم للكحة اللي بيها الكحة اللي مصحوبة ببلغم، اخدت دواء للكحة الناشفة. طب هفهمكوا دي. طبعا الكحة دي ديفنس ميجانيزم من الجسم ان هو يتخلص من البلغم، يعني الجسم قصده يتخلص منه عشان يحمينا فبنكح. بس ماشي، هي الكحة طبعا مضايقانا بالرغم ان هي طبعا ده خط دفاع من الجسم. طب فاحنا بنعمل ايه؟ المفروض انا بدوب البلغم، بدي مذيب بلغم، مذيب البلغم ده بيقلل اللزوجة بتاعة البلغم، فسهل مع الكحة الخفيفة ان هو ايه يطلع، زائد طارد للبلغم. طيب تمام، والبلغم ده لو ملون بيبقى لونه مصفر او مخضر، بدي طبعا ايه كورس انتيبيوتيك متخصص للموضوع ده. طيب ايه الخوف بقى لو انا اخدت دواء كحة ناشفة للكحة اللي مصحوبة بالبلغم؟ المشكلة ان ساعتها الدواء ده بيمنع الكحة. طيب هو منع الكحة اللي هي وسيلة الدفاع، البلغم اتكتم جوه الصدر، البلغم ده بتنمو عليه البكتيريا، البكتيريا دي بتطلع توكسين سموم، السموم دي توصل للدم. احنا كده وصلنا لمرحلة خطيرة جدا اسمها سيبتيسيميا أو تسمم دم. طبعا دي أصعب حاجة ممكن تحصل ودي خطيرة جدا، بس هي أكيد الشخص لما بيلاقي نفسه طبعا ما تحسنش أو الكحة زادت عليه أكتر، أكيد بيرجع طبعا للدكتور بتاعه أو الصيدلي وبيرجع يسأله هو أنا ما تحسنتش ليه، فأكيد محدش هيوصل للمرحلة دي طبعا. هي الفكرة بقى في ايه؟ انا كان ليا 2 orientations بالنسبة للموضوع ده. كنت دايما لما حد بيسألني بيقول ان عندي كحة كنت بقعد اقرص عليه جامد، متأكد ان مفيش بلغم، متأكد ان مفيش بلغم. فكنت طبعا لو الشخص بحس ان هو مش متأكد او مش عارف او طفل صغير مش عارف يحكي، ان انا كنت بدي دواء كحة ناشفة في ادوية فيها للكحة الناشفة ومعاها طارد للبلغم، فده كان بيأمني شوية، كان بيطمني ان ان كيس مثلا لو الشخص مش عارف يميز يبقى ايه الاحوط ان انا اديله الدواء اللي هو معايا طارد للبلغم. كنت بأكد بقى تأكيد تاني اللي هو بالله عليك لو انت الكحة اتغيرت معاك او قلبت من ناشفة للبلغم ارجع لي عشان هناخد دواء مختلف تماما. كنت بأكد على المعلومة دي جامد علشان اتجنب طبعا ان حاجة زي كده تحصل. احتياطي برضو شرب السوائل الدافية بيقلل البلغم طبعا، فده برضو احتياطي ممكن يفيد في حالها لو انت برضو مش متأكد. في ممكن كوباية مياه دافية عليها معلقة عسل، برضو ده ليه تأثير كويس قوي في ان هو فعلا بيكسر البلغم، فدي برضو حاجات ممكن تبقى احتياطي تأمننا برضو لو احنا ايه مش متأكدين. في حاجة كمان بتأمن الموضوع ده إن الواحد يكون بياخد كورس أنتيبيوتيك، فتمام الأنتيبيوتيك هيوقف نمو البكتيريا، فتمام برضو مش الموضوع مش هيسوق معايا ولا حاجة بسبب إن الأنتيبيوتيك مسيطر على الموضوع. طيب لو عكسنا بقى وحد أخد دواء مذيب وطارد البلغم مثلا لكحة ناشفة، طبعا هو مفيش بلغم ف يعني ده مش هيضيفله قوي في حاجة، وتاني حاجة ان هو طبعا حرمه من ان هو ياخد الدواء الصح اللي هو بيهدي مركز الكحة اللي في المخ مثلا فبيمنع الكحة. فانت لو لقيت الدنيا مش ظابطة معاك ارجع فعلا الدكتور بتاعك او ارجع للصيدلي واتناقش معاه، ممكن الكحة بتاعتك تكون بادئة ناشفة قلبت ببلغم،
فتمام، لازم تشوف بس في ايه. هو انا ليه مش بتحسن؟ هي حاجات صغيرة بس بتعمل فرق كبير. يلا اشوفكوا على خير.